ندوة وحلقة نقاشية عن فن الرواية كانت ضمن فعاليات مهرجان بابل بمشاركة من دول عربية وأجنبية، طرحت فيها أفكار عن سمات الرواية والقصة القصيرة في كل بلد من بلدان زائر العراق، لتبرهن بابل أنها ملتقى الحضارات والثقافات وتحمل بين طياتها رسالة كلنا بابليون. ندوة القصة والرواية أو ما يعرف بندوة السرد هي الرابعة من الندوات الأدبية، شارك بها روائيون من عمان ومن إيران ومن تركيا، وأدارتها الروائية العراقية نضال القاضي. دار النقاش حول سمات الرواية في كل بلد من هذه البلدان، وكل قدم رؤيته لمستقبل هذا الفن، وأعتقد أن هذه الندوة قدمت رؤى مختلفة، كل حسب الموروث الشعبي لديه وما يرويه من حكايات تحولت فيما بعد إلى قصص وروايات، وهذا هو الذي يسمى التلاقي الحضاري. وأعتقد أن الندوة نجحت إلى حد بعيد في أن تعرف الأطراف كلها ببعضها وفق الرواية، وكل مكون من هذه المكونات لديه سماته، يعني الرواية أو القصة العربية تختلف إلى حد كبير عنها كقصة تركية أو عن الرواية أو القصة الإيرانية، لأن السمات الشعبية وإن كانت متقاربة في الدين إلا أن البعد الحضاري والاجتماعي لديه ما يطرحه في الرواية. الرواية هي قصة المجتمع، ليست مثل الشعر الذي هو قصة الفرد، وكل روائي يطرح قضية مجتمعه بشكل أوسع، ولذلك لم نرد أن يقتصر الأدب على الشعر فقط، خصوصا وأن هناك نظرية تقول نحن لم يعد لدينا ما يسمى الشعر ديوان العرب، وإنما الآن الرواية ديوان العرب، أو نحن في عصر الرواية. مشارك روائي عربي أسعده تواجده في بابل الحضارة ليروي بإبداع كلماته حكاية مأثورة في تراث العراق، ليوصل رسالة أن رقة الأنثى ما هي إلا لوحة جميلة في حياة الرجال. شاركت في أمسية عن السرد، قدمت نص بعنوان 7 إطلالات على شرفة شهرزاد، اخترته ليكون قريبا من المنبر، لأن القصة القصيرة دائما أقول أنها ليست فنا للمنابر بقدر ما هي فن للقراءة، لأن الحكاية الأدب وهي تشق أفقها الأدبي تختلف عن الحكاية القديمة السهلة البسيطة السلسة التي تقترب من مستمعها من متلقيها ببساطة أيضا بذات السلاسة. القصة الأدبية اختارت أيضا أن تصاحبها اللغة، يصاحبها التكنيك الفني الجيد المختلف الذي ربما لا يستطيع المتابعة والجمهور الربط بين حلقاته، بين يعني التكنيك الفني الحاصل داخل أو التكثيف اللغوي التكثيف الحدث داخل هذا الفن القصصي. لكني لما اخترت شهرزاد كانت مكتوبة بلغة الشعر، وإن كانت حكاية كانت مقاربة للحالة الحكائية التي تبديها شهرزاد مقابل شهريار الذي يغفل عن الجسد مقابل جسد الحكاية، وتقول له أنا أنثى كما أنني راوية، لم أجي فقط للحكاية، إنما هناك ما يمكن أن أشكله لك كأنثى تستطيع أن تحملك إلى أفق جمالي مختلف عن جمال الحكاية. ناقدون حضروا هذه الندوة أكدوا على التميز الحاصل لدى كتاب الرواية العراقيين عن طريق حصد العديد من الجوائز في هذا المجال وترجمة العديد من النصوص للغات عديدة، مؤكدين أن العراق معطاء دوما رغم الوجع. في الحقيقة أثناء ما سمعناه في الجلسة الخاصة في السرد وجدنا بأن هناك تجارب مختلفة بين عدة لغات، منها الإيرانية وبعض الدول الأجنبية، بالأضافة إلى السرد العراقي. أنا أعتقد بأن السرد العراقي له حضور واسع، وبدأ يأخذ هذا الحضور الواسع على الساحة العربية وحتى العالمية من خلال التميز الذي حصل بحصد الجوائز والترجمات التي حصلت. قدم في هذه الجلسة في من ضمن المهرجان العديد من اللغات المختلفة لشخصيات متعددة،
استخلصنا من ذلك بأن الرواية هي ابنة الواقع وأن القصة هي ابنة الواقع أيضا. رواية وقصة قصيرة كانت بطلة لإبداع العراقيين وتألق كلماتهم، واليوم عادت لمجدها بتميز أخاذ. لبرنامج صباح سامراء، سجاد الخفاجي، محافظة بابل.